بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله هنبدأ أول حلقات شرح برنامج ساب 2000. البرنامج ده هو برنامج تحليل منشآت Structural Analysis Program. العناصر اللي بنمثل بيها المنشأ بتاعنا في البرنامج ساب 2000 هم عنصرين أساسيين. أول حاجة في Frame Element. Frame Element ده هو عبارة عن عنصر خطي بيوصل بين نقطتين I و G. ده الفريم إليمنت. وفي عندي اريا إليمنت. الاريا إليمنت عبارة عن مسطح بيوصل بين 3 نقط او 4 نقط. الفريم إليمنت بنمثل بيه الكاميرات الكاميرات والأعمدة وعناصر التراسز. الاريا إليمنت بنمثل بيه البلاطات بأنواعها او الحوائط الخرسانية المسلحة اللي هي الشير وولز في 3 دايمنشن. الفريم إليمنت هو اي عنصر طوله كبير بالنسبة للكروس سيكشن بتاعه. الاريا إليمنت هو اي إليمنت مسطح وتخانته السيكنس بتاعته الصغيرة بالنسبة للاريا بتاعة مسطح التحميل بتاعه. في عندنا حاجة اسمها لوكال اكسس وفي حاجة اسمها جلوبال اكسس. الجلوبال اكسس هي المحاور العالمية الثابتة بالنسبة للمنشأ كله اللي هي اكس واي زد. في عندنا حاجة اسمها لوكال اكسس وديت محاور محلية او محاور خاصة بالعنصر نفسه. الجلوبال اكسس ثابتة للمنشأ كله اكس واي زد ما بتتغيرش حسب زاوية ميل العنصر، لكن اللوكال اكسس بتتغير حسب زاوية ميل العنصر. وليكن عندي هنا فريم اليمنت بادئ من نقطة اي منتهي عند نقطة جي. الفريم اليمنت ده له 3 لوكال اكسس. لوكال اكسس الاولاني اللي هو من الاي للجي في الاكس بتاع العنصر في الاتجاه الطويل بتاعه ده اسمه لوكال اكسس 1. في لوكال اكسس 2 عمودي عليه وفي اتجاه التخانه الاعلى اهو. وفي لوكال اكسس 3 اللي هو الازرق ده العمودي على لوكال اكسس 1 ولوكال اكسس 2. لوكال اكسس 1 و2 بيعملوا هما الاثنين مع بعض مستوى. المستوى اهو. ده المستوى بيتكون بلوكال اكسس 1 ولوكال اكسس 2. لوكال اكسس 3 بيبقى عمودي على المستوى ده وللداخل. بالنسبه للاريا اليمنت في عندنا 3 لوكال اكسس. لوكال اكسس 1 ولوكال اكسس 2 دول في البلان متعامدين على بعض في البلان المسطح بتاع البلاطه. لوكال اكسس 3 برضو لونه ازرق ولاعلى. دايما الثلاث محاور الوانهم ثابته في برنامج الساب او حتى في برنامج الايتابس، احمر ثم ابيض ثم ازرق، بس اللون اللي هو الابيض لوكال اكسس 2 اللي هو الابيض ده احنا راسمينه هنا بالاسمر علشان يبان على الشاشه البيض. كده عرفنا الفرق بين اللوكال اكسس والجلوبال اكسس. ممكن نحط الاحمال بتاعتنا جلوبال او لوكال حسب الحمل اللي عندي. لو الحمل عمودي على المنبر هنحط لوكال، لو الحمل في اتجاه اكس او في اتجاه واي او في اتجاه زد هنحطه جلوبال. لكن المخرجات بتاعتنا دايما بتطلع في اللوكال اكسس. دايما المخرجات بتبقى في اللوكال اكسس. مثلا بالنسبه للفريم اليمنت اللي هو موجود عندي ده في 6 مخرجات، في 3 فورسز وفي 3 مومنتس. الثلاثه فورسز اما ان تكون الفورس في اتجاه لوكال اكسس واحد يبقى هي اسمها اكسيال فورس. الاكسيال فورس ديت ممكن تكون كومبريشن في اتجاه لوكال اكسس واحد او تنشن. لو كومبريشن هتظهر بالسالب في البرنامج، لو تنشن هتظهر بالموجب. ده كده لو الفورس في اتجاه لوكال اكسس 1. لو الفورس في اتجاه لوكال اكسس 2 ديت هتعمل شير اسمه شير 2. لو الفورس في اتجاه لوكال اكسس 3 هتعمل شير اسمه شير 3. ديت الثلاثه فورسز اللي عندي. في عندي برضو 3 مومنت. المومنت اللي عندي ممكن يكون اباوت لوكال اكسس 1 يبقى هيعمل تورشن. او اباوت لوكال اكسس 2 يبقى هيعمل مومنت اسمه ام 2 2. او هيبقى اباوت لوكال اكسس 3 اللي هو احنا متعودين عليه اللي هو بيبقى دايما في اتجاه التخانة الكبيرة ده، وده هيعمل ام 3 3. Thank you.
بالنسبة برضو للاريا ايليمنت، في عندنا مومنت في اتجاه لوكال اكسس واحد اسمه ام واحد، وفي لوكال وفي مومنت في اتجاه لوكال اكسس اتنين اسمه ام اتنين، وفي شير في الاتجاه الرأس اللي هو في اتجاه المحور تلاتة، وفي اجهادات برضو اللي هي السيجما سواء كان في اتجاه واحد او في اتجاه اتنين او في اتجاه التاو اللي هو في اتجاه الشير اللي هو في اتجاه المحور تلاتة. الخطوات العامة لحل أي منشأ على البرنامج على برنامج ساب 2000 هم 7 خطوات أساسيين بيتفرع منهم حاجات أثناء دراستنا للمنشأ هنعرفها. أول حاجة أول خطوة بنعملها إن أنا بدخل على البرنامج، بفتح البرنامج من على الديسكتوب أو من قائمة ستارت بروجرامز، أفتح برنامج الساب اللي عندي وأظبط الوحدات بتاعتي أول ما أفتح البرنامج إلى طن ومتر بحيث أشوف مدخلاتي اللي أنا أدخلها بقى بأنهي وحدات. تاني حاجة بنفتح ملف جديد من قائمة فايل نيو موديل وادخل خطوط الشبكه اللي هي الجريد اللي عندي بحيث تساعدني في اني القط منها النقط وارسم عليها بدقه عاليه. تالت حاجه بعرف القطاعات للكاميرات والاعمده من ديفاين فريم سيكشن، دي للفريم سيكشن سواء كان كاميرات او اعمده او تراسز، او اعرف قطاعات البلاطات اللي عندي لو انا عندي بلاطه وعايز برضو احلها اعمل ديفاين اريا سيكشن وادخل اسم البلاطه والماتيريال بتاعتها والدايمنشنز بتاعتها تخانتها وكده. الخطوة الرابعة برسم المنشأ بالقطاعات اللي انا لسه معرفها دلوقتي دي، بس انا عرفت قطاع اريا سيكشن وفريم سيكشن للكاميرات والبلاطات والاعمدة، ابدأ اعمل درو، نبدأ نعمل درو بيم درو فريمز او درو اريا وارسم واحط الركائز بتاعتي اللي هي السبورتس في النقط اللي عند الاعمدة. خامس حاجة بنختار العناصر نحط عليها الاحمال، ما ينفعش هنا اني احط حمل او ان اجيب امر اضافه حمل من غير ما اكون مختار حاجه احط عليها الحمل، لازم اي حاجه احطها سواء كان سبورت او حمل اكون مختار الحاجه اللي انا هعمل اساين ليها. هنختار الفريم اليمنتس والاريا اليمنتس اللي عندي اللي عليها احمال ونعمل اساين فريم لود عشان احط احمال على الكاميرات، او اعمل اساين اريا لود علشان احط احمال على البلاطات، او اعمل assign point load علشان احط احمال على النقط. بعد ما خلصت الاحمال بتاعتي ابدا احفظ الملف من فايل سيف واحله من run او اضغط F5 واحل المساله، وبعد كده اظهر النتائج واطبع البيندنج مومنت والنورمال والشير والرياكشنز وممكن اطلعها واصمم عليها الاعمده وهكذا. ديت كانت الخطوات المجمله للشغل على برنامج ساب 2000. في البداية هنبدأ ناخد مثال بسيط على كاميرا عبارة عن 3 بحور، البحر الأول 5 متر، البحر الثاني 7 متر، البحر الثالث 7 متر، وفي كانتليفر 2 متر في الآخر. الكاميرا ديت عليها مجموعة من اليونيفورم لودز وعليها حمل مثلث 5 طن على المتر، وعليها كونسنتريتد لود هنا في آخر الكانتليفر 5 وفي نص البحر ده 5 طن، وعليها كونسنتريتد مومنت اباوت محور واي، المومنت ده بيلف اباوت المحور العمودي على المستوى، المستوى اللي انا هشتغل فيه للكاميرا ديت اكس زد، يبقى المحور العمودي عليا لجوه اللي هو محور واي. المومنت دوت هيبقى اباوت محور واي بالموجب. دايما العزوم عندي في البرنامج بتتبع قاعده اليد اليمنى، بنحط الابهام بتاعنا في اتجاه محور اللي احنا بنلف حواليه اللي هو محور واي مثلا، يبقى انا كده عندي وليكن لو رسمناها في 3 دايمنشن كده محور اكس اهوت، محور زد، محور واي ده اكس ده زد ده واي. المومنت اللي عندي ده بيلف اباوت محور واي. لو احنا حطينا الابهام بتاعنا في اتجاه محور واي، الابهام بتاع اليد اليمنى، هنلاقي ان ديت ماشيه مع اتجاه دوران اليد موجب، يبقى العزم ده هيتحط قيمته مومنت اباوت محور واي وقيمته 3 طن متر بالموجب مش بالسالب. نبدأ ندخل على البرنامج اول ما نفتح البرنامج
نظبط الوحدات بتاعتنا على طن ومتر. وابدا اعمل ملف جديد من فايل نيو موديل. في منشآت جاهزة هنا انا مش عايز منها حاجة لاني عندي ابعاد مختلفة مش ابعاد متساوية. ابدا اختار جريد اونلي، يعني انا عايز شبكة بس احل عليها. الابعاد بتاعتي في اتجاه اكس مش متساوية، ولا في اتجاه زد متساوية، ولا في اتجاه واي متساوية. في اي منشأ عمري ما هلاقي الابعاد في اتجاه اكس كلها متساوية، ولا في اتجاه واي متساوية، ولا في اتجاه زد متساوي. فانا هحط في اتجاه اكس صفر، في اتجاه واي صفر، في اتجاه زد صفر. يعني انا مش عايز خطوط شبكة منتظمة. هو كده بيقول لي دخل لي عدد خطوط الشبكة في اتجاه اكس وواي وزد، والمسافات الشبكة اللي هي جريد سبيسنج في اتجاه اكس وواي وزد في الثلاث مربعات الاولانيين اللي فوق دول. بيقول لي دخل لي عدد خطوط الشبكة، والثلاثة اللي تحت بيقول لي دخل لي كل خط شبكة من فوق انت عايزه، حط لي المسافة بينه وبين اللي بعده قد ايه. انا هضغط على هدخل عدد خطوط الشبكة اصفار، واعمل ايديت جريد بحيث ادخل شبكة حسب الابعاد اللي عندي. ممكن ادخل خطوط الشبكة اوردينتس، يعني احداثيات من صفر تراكمي، او اشتغل سبيسنج، اشتغل قطعة قطعة. هنشتغل سبيسنج هنا اسهل. اسم خط الشبكة اللي هو الجريد اي دي، وبعد كده المسافة بتاعتي. المسافة بتاعتي هي البرنامج هنا في ايرور فيه، بس بدل ما يظهر كلمة سبيسنج ظهر كلمة زيرو. فانا اجيب اوردينتس تاني وبعدين اجيب سبيسنج، هتنظبط تظهر السبيسنج عندي اهي. السبيسنج اول مسافة عندي في اتجاه اكس، انا كده في المربعات بتاعت اكس، في اتجاه اكس في 5 وبعدين 7 وبعدين 7 وبعدين 2. 5 وبعدين 7 7 و2. كده انا دخلت اربع مسافات. الاربع مسافات دول بعدهم لازم اضيف صفر، لازم بعد ما اخلص خطوط الشبكه اضيف صفر. جريد اي دي اللي هو اسم خط الشبكه، وليكن ادي 1 2 3 4 5. طالما ان انا عندي اربع مسافات يبقى انا عندي 5 خطوط شبكه. اخر خط اللي هو هيبقى قدام الصفر الزياده اللي احنا حطيناه ده. في اتجاه واي انا مش عايز خطوط شبكه، ولا في اتجاه زد عايز خطوط شبكه، بس ممكن نضيف خط زيرو، لان لو ما حطناش قيمه في السبيسنج هنا مش هيظهر قيمه، مش هيظهر خطوط شبكه على الرسم. لو لغينا القيم ديت مش هتظهر خطوط الشبكه على الرسم. لازم يكون على الاقل في خط شبكه في اتجاه واي ولو حتى على الاقل صفر، وفي خط شبكه في اتجاه زد ولو على الاقل صفر. البابل سايز اللي هو حجم الدايرة اللي هيتحط فيها اسم خط الدايمنشن، اسم الجريد بتاعي. الجريد بتاعي 1 2 3 4 5 اللي هي الاسامي اللي انا عملتها اللي هي الايدنتيفيكيشن بتاعه دوت. هنخلي وليكن البابل سايز ديت 0.5، ونعمل اوكي. في شاشتين عندي طلعوا، نقفل واحدة ونضغط دبل كليك على التانية نكبرها، ونجيب المستوى اكس زد بتاعي. ظهر عندي خط الشبكة اهو والمسافات بتاعته واسامي المحاور. ابدا اعرف القطعات بتاعتي من قائمه ديفاين فريم سيكشن. في عندي قطعات جاهزه موجوده اهيت كلها ستيل اي بيمز. لو عايزين نشوفها ممكن نعمل شو من هنا، نشوف القطاع ستيل اي بيم اهو. ما ينفعش نعدل في ابعاده، فاحنا هنلغي القطعات دي كلها، نديليت ثم نضغط انتر. يبدأ ياخد القطاعات واحد واحد يلغيهم، وما ينفعش يلغي اخر واحد، لازم على الاقل يكون في الليسته ديت قطاع موجود. بعد كده اضيف القطاع بتاعي. انا عندي القطاع بتاع الكاميرا جيفن سيكشن، كل البحور اللي عندي 30%، والماتيريال بتاعتها كونكريت، والسبورتس كلها هنج. دي معطيات في المساله. يبقى انا هعمل قطاع ريكتانجولر 30 سنتي في 100 سنتي، او طالما انا شغال بالوحدات المتر يبقى هيبقى 0.3 في 1. نعمل هنا اد ريكتانجولر، اد نيو بروبرتي، نعمل اسم القطاع هنا وليكن بيم 30 في 100، او اي اسم. الماتيريال بتاعتي كونكريت زي ما هي. الدبس اللي عندي بتاع القطاع اللي هو 1 متر، طبعا انا شغال بالمتر، والويدث بتاعي 0.3، ونعمل
اوكي، وممكن نلغي بعد كده القطاع اللي هو الاي بي اللي كان موجود قبل كده، نعمل اوكي. بعد كده اجي على قائمة درو وابدا ارسم درو. في درو فريم ده بيرسم فريم بنقطتين او كويك درو فريم. كويك درو ده رسم سريع بنقطة واحدة، اضغط نقطة واحدة على الجريد يروح جاي رسم، بس ما بيرسمش غير اكس وواي زي ما عندي كده. او نرسم بدرو فريم، ده امر عام بيرسم اي خط فريم سواء كان افقي او رأسي او مايل. يظهر لي البروبرتيز بتاع الاوبجكت اللي انا هرسمه. السكشن بتاعي 30%، ممكن اكون معرف كذا قطاع، البحر الاولاني دخلته كذا، البحر الثاني دخلته كذا، ممكن اكون عندي كذا قطاع في الكاميرا، فاختار القطاع اللي انا عايزه وارسم البحر اللي انا عايزه. انا هنا كل القطاعات عندي 30%، ابدا ارسم من النقطه ديت للنقطه دي، الكاميرا الاولى البحر الاول وبعدين الثاني والثالث والكانتريفر اللي هو الرابع. نخلص نعمل كليك يمين وبعدين نعمل اسكيب، يبقى انا كده خلصت الرسم. ممكن نعمل شرينك للعناصر دي علشان نشوفها كل قطعه لوحدها. الشرينك بيجي من هنا، اوبجكت شرينك، ده بيكش العناصر شويه لكن هي موجوده طويله وهتتحلق لانها بنفس الطول اللي انا دخلته. نبدأ ضغطنا عليها تاني هيشيل الشرينك اللي هو عمله. عايز ابدا احط السبورتس بتاعتي، لازم اختار النقط، النقطه ديت ودي، ونعمل اساين جوينت ريسترين، تخصيص السبورتس من اساين جوينت ريسترين، واختار نوع السبورت اللي عندي سواء كان فيكسد او هنجد او رولر. هو هنا عندي هنجد، اوكي. بعد كده هنحط الاحمال. في عندنا احمال يونيفورم لود على الباكيه دي ودي وعلى الكانتليفر، قيمتها 3 طن على المتر الطولي. اخترت الثلاثه ممبرز دول وهنعمل اساين فريم لود ديستريبيوتد. في عندنا فورسز وفي مومنتس. انا عندي يونيفورم فورس او يونيفورم لود، في عندنا جلوبال وفي لوكال اللي هو اتجاه الحمل. اتجاه الحمل عندي في اتجاه زد بالسالب، يعني في اتجاه الجلوبال. الجلوبالز اللي عندي اكس واي وزد، طالما ان هو في اتجاه الجلوبال هنحطه جلوبال، هو في اتجاه زد يبقى جلوبال زد. ونحط لو انا عندي الحمل ده تراوزويدال مثلث او شبه منحرف ممكن نحطه في الخانات ديت، لكن الحمل اللي عندي هنا يونيفورم 3 طن على المتر الطولي فهنحطه في خانه اليونيفورم لود. الحمل اللي عندي هيبقى في اتجاه زد بالسالب ناقص 3، او بدل ما احط الزد واحط القيمه بالسالب ممكن نختار جرافيتي اللي هو في اتجاه الجاذبيه ونحط الحمل بالموجب. الجرافيتي عكس الزد، لو احطها في زد بالسالب هحطها في الجرافيتي بالموجب، ونعمل اوكي. كده حط لي الاحمال 3 طن على المتر الطولي. الباكيه ديت فيها حمل مثلث، هنعمل اساين فريم لود برضو ديستريبيوتد، حمل موزع لكن مش حمل موزع بانتظام، حمل موزع ولكن غير منتظم. فهنا هندخل في الخانات بتاعه الترابزويدل، بس الاول نلغي اليونيفورم لود نخليه بصفر عشان ما يحطش حمل مثلث وحمل منتظم. الحمل اللي عندي برضه فورس في اتجاه الجلوبال، جرافيتي حمل في اتجاه الجاذبيه لتحت. المفروض ان انا هرسم المثلث ده بثلاث نقط، النقطه الاولى والثانيه والثالثه، والنقطه الرابعه دي مش عايزاها هنصفرها. المفروض ان انا هرسم المثلث المسافات بتاعته يا اما تكون ريلاتيف يا اما يكون ابسوليوت. الريلاتيف يعني نسبه من طول العنصر المسافه، يعني مثلا لو انا اشتغلت ريلاتيف هقول في بدايه العنصر يعني صفر من طول العنصر، دي النقطه الاولى الديستنس الاولانيه، والديستنس الثانيه عند نص العنصر، والديستنس الثالثه عند واحد من اخر العنصر، والنقطه الاخيره دي قلنا مش عايزاها. الثلاث مسافات دول كل مسافه عندها لود، اللود في بدايه النقطه النقطه الاولانيه قيمته صفر، واللود في الاخر برضه صفر، واللود في النص في نص المنبر بالظبط قيمته 5 اهو 5 طن اقصى قيمه في الارض. يبقى انا كاني برسم باحداثيات اكس وزد، المسافه في اتجاه اكس واللود في اتجاه زد. ونعمل اوكي، هنلاقيه حط لنا برضو الايه المثلث. بعد كده هبدا احط الكونسنتريتد لودز، النقطه ديت عندها كونسنتريتد لود من اساين جوينت لود. هنلاقي هنا الفريم لود مطفيه لان انا ما اخترتش فريم، اللي انا بختاره بس هو اللي بينوره لي هنا. اساين جوينت لود فورس، فورس في اتجاه جلوبال زد، مفيش هنا جرافيتي،
فورس في اتجاه جلوبال زد ناقص 5. اوكي كده حط لي 5 طن في اتجاه زد بالسالب. في برضو على المنبر ده قلنا ان في، لو انا جبت في سي دايمنشن كده، في اكس وواي وفي زد اللي هي المحاور العالميه اللي هي عاوزين نحط على الفريم اليمنت ده كونسنتريتد لود في اتجاه زد بالسالب 5 طن اللي هو هنا 5 طن في نص المنبر، وكونسنتريتد مومنت 3 طن متر قلنا اباوت محور واي بالموجب، لان هو لو انا حطيت ابهام اليد اليمنى في اتجاه واي ولفيت ده الاتجاه الموجب بتاعي، هو في اتجاه 3 طن متر يبقى كده مظبوط، يبقى ده 3 طن متر بوزيتيف اباوت محور واي. بس ما ينفعش نحط الكونسنتريتد لود مع الكونسنتريتد مومنت في نفس الخطوه، هنحط في دي خطوه وبعدين نعمل خطوه ثانيه، بس نعمل اد يعني انا هضيف الاثنين على بعض. نختار المنبر ده ونعمل اساين فريم بوينت لود، لان هنا الحمل الكونسنتريت ده ما هوش عند نقطه، لو هو عند نقطه كنا اخترناها وعملنا اساين جوينت لود بدل فريم لود، لكن هو عند فريم بس هو بوينت لود، يعني هو حمل كونسنتريتد بس مش على اخر فريم، مش على اوله ولا اخره، لا ده هو في نص الفريم، فهو بوينت لود على الفريم. اول حاجه نحط الفورسز جلوبال جرافيتي، الفورسز ديت بيتيح لي البرنامج ادخل 4 فورسز مره واحده، انا مش عايز غير فورس واحده، الديستنس بتاعتها ريلاتيف، لو اشتغلت انا ريلاتيف الديستنس بتاعتي نص، يعني في نص المنبر، يعني هتبقى في الحته دي كده نص المنبر، حط لي حمل قيمته 5 طالما انا شغال جرافيتي يعني موجب، ونعمل اوكي. لو انا عملت ريبليس هيشيل الاحمال اللي موجوده على المنبر ويحط الحمل ده بس، مفيش مشكله، اصلا مفيش احمال على المنبر ده قبل كده كونسنتريتد لود، الاحمال الموجوده على المنبر ده يونيفورم لود، وديت ملهاش دعوه بالبوينت لود، ديت حاجه ودي حاجه مش هيجمعهم على بعض، فانا ما قلقش منها. لو عملت ريبليس عادي، عملت اد مفيش مشكله، اوكي الاقي الكونسنتريتد لود موجود وبرده اليونيفورم لود موجود بس هو اختفى، هنظهرهم كلهم مع بعض دلوقتي. نحط الاول الكونسنتريتد مومنت اللي هو اباوت محور، اباوت محور واي بالموجب، نختار الممبر تاني برده نفس القايمه اساين فريم لود بوينت لود، بس بدل ما هي فورسز هنختار مومنتس، مومنت اباوت الجلوبال اكسس واي، اباوت محور واي، المومنت بيلف اباوت محور واي موجب وفي نص الممبر قيمته 3. لو عملنا ريبليس هيشيل الكونسنتريتد لود اللي هو الخمسة طن ويحط كونسنتريتد مومنت، انا عايز اعمل اد تو اكزيستنج لود، يعني الاحمال الموجوده اللي انا لسه حاططها من نفس الشاشه دي لما تيجي تحط حاجه ثانيه تضيفها عليها ما تمسحهاش، فا اوكي هو كده حط كونسنتريتد مومنت في اتجاه محور واي كده بوزيتيف. هنا البرنامج ما بيرسمش المومنت عباره عن اسهم كده عن كيرف، يعني هو بيرسمه عباره عن سهم بس له راسين في البدايه، غير الكونسنتريتد لود بيبقى سهم براس واحده. لو انا عايز اظهر الاحمال كلها مع بعضها اللي عملت كل ما احط حمل الثانيه يختفي ديت، ممكن من قائمه ديسبلاي شو لود اساينز فريم، ديسبلاي شو لود اساين فريم، واقول له هنا اوكي كده هيظهر لي السبان لودنج اللي هي الفورسز، هيظهر لي الجوينت لود مع السبان لود اللي هي اليونيفورم والكونسنتريت، الاحمال كلها ظهرت عندي. لو جبنا الاكس زد اهي كونسنتريتد هنا وكونسنتريت فورس هنا، هنا مفيش مومنت ظهرت، المومنت ما بيظهرش مع الفورسز، نعمل ديسبلاي شو لود اساينز فريم تاني بس نقول له هنا شو لودنج مومنتس بدل فورسز مومنتس، ونشيل من هنا شو جوينت لودز والسبان لودز عشان ما يظهرليش الكونسنتريتد فورسز كمان، هو هيظهر المومنتس بس. اوكي بشيك على المدخلات بتاعتي، المومنت ما ظهرش عندي، هيظهر في 3 دايمنشن خط سهم براسين في اتجاه واي. كده انا اطمنت الاحمال كلها موجوده، ديسبلاي شو لود فريم فورسز الاحمال كلها موجوده. قبل ما نبدا نحفظ الملف ونبدا نحله، المفروض اشوف الاون ويت بتاعي
هل البرنامج هياخده ويضيفه على الاحمال ديت لوحده كده اوتوماتيك، ولا مش هيحسبه خالص؟ البرنامج اوتوماتيك بيحسب الاون ويت، الساب اوتوماتيك بيحسب الاون ويت ويضيفه على حاله التحميل اللي هي الديد لود. يعني انا لو حطيت الحمل ده اللي هو اليونيفورم لود اللي على الممبرز ديت 3 طن على المتر الطولي، والمثلث ده والكونسنتريتد لودز دول احمال شامله الاون ويت واللايف لود والكفرنج والحوائط واوزان الكاميرات وده كله، يبقى المفروض ان انا اخلي الساب ما يحسبش الاون ويت، عشان كده ما يبقاش احنا حطيناه مرتين. فانا مثلا الاحمال اللي عندي دي كلها توتال لود انكلودد الاون ويت والكفرنج واللايف لود والحوائط وكله، فانا هاجي هنا من قائمه ديفاين لود كيسز، يعني حالات التحميل اللي عندي، الكيس اللي هي الديد ديت هو بيقول لي السيلف ويت ملتبلاير، يعني معامل اخذ الاون ويت، هياخد الاون ويت بسكيل قد ايه؟ قول له خده بسكيل صفر، ونعمل موديفاي، لازم نعمل موديفاي عشان يعدلها تحت وتظهر هنا صفر اهي. بعد ما عدلنا الديد لود وكده مش هياخد فيه الاون ويت، نعمل اوكي. اما لو انا كنت ما حسبتش الاون ويت في الاحمال اللي هي اللي انا حطيتها دلوقتي ديت، كنت اسيب البرنامج يحسبه، يضرب البي بتاعت الكاميرا في التي بتاعت الكاميرا في الجاما رينفورسد كونكريت بتاعت الخرسانه، يبقى انا كده طلعت الاون ويت وهو يروح ضايفه اوتوماتيك، انا مش هحس بيها غير في النتائج، لكن الاون ويت ما بيظهرش عندي هنا، البرنامج بيحطه اوتوماتيك في الحل ويطلعه له على هيئه نتائج، ما بيظهرليش هنا عندي على الاحمال دي. بعد كده ابدا احفظ الملف سيف من هنا، يسالني عن اسم الملف، اقول له ده بيم 1، بعد ما حفظنا الملف نعمل run من الزرار الصغير ده run analysis، او نضغط F5 من الكيبورد او من قائمة analyze run analysis. في عندي حالة اللي هي الديد اللي انا عمال احط فيها الاحمال دي كلها، سواء كان concentrated loads او uniform loads او moments، دي اللي انا هحلها. في حالة اسمها المودل البرنامج بيحطها اوتوماتيك ديت خاصة بالديناميك analysis، بتطلع لي المود بتاع الايه المنشأ، ودي هندرسها واحنا بنشتغل في 3 dimension في احمال الرياح والزلازل. فانا مش عايز احلها، لو ضغطنا هنا على دونت ران مش هيحل الحاله ديت وهيحل الديد لود اونلي. لو عملنا اوكي وطلعنا من الشاشه ديت مش هيبقى حل حاجه، لازم اعمل هنا ران ناو علشان يحل الحالات اللي مكتوب قدامها ران. الحالات اللي مكتوب قدامها دونت ران مش هيحلها زي المودل كده، هو هيحل هنا الديد لود بس. البرنامج هيبدا يحل، ولما يخلص هيقول لي analysis complete. اوكي، اروح اشوف الديفورمد شيب اللي عندي، لو ضغطنا كليك يمين على اي ممبر على اي نقطه هيظهر لي شاشه صغيره موجود فيها ترانسليشنز في اتجاه اكس واي وزد اللي هي 1 2 3، والروتيشنز اباوت محور 1 2 3 اللي هو اكس واي زد. فهنا مفيش ترانسليشن في اتجاه لا اكس ولا واي، في هنا في اتجاه زد 5.6 × 10⁻⁴ متر ديفليكشن لتحت في نهايه الكانتريفر، يعني تقريبا 5 من 10 مللي او 6 من 10 مللي. لو انا عايز اظهر قيم الرياكشنز بتاعت الاعمده من قائمه ديسبلاي شو فورسز وستريسز اللي هي شكل البيننج مومنت ديت، في جوينتس وفي فريمز. الجوينتس بنطلع منها الرياكشنز، اوكي ديت الرياكشنز اللي عند السبورتس. لو في حاجه مش ظاهره وعملنا عليها كليك يمين يبدا يظهر لي الرياكشن اهو في اتجاه محور 3 6.7 اللي هو في اتجاه محور زد، وبقيه الرياكشنز مش موجوده، ما فيش اي قوه افقيه عندي هنا، ما فيش قوه في الاتجاه العمودي على المستوى، ما فيش قوه في اتجاه واي، الرياكشن في اتجاه زد بس. عايز اظهر البيننج مومنت والشير والنورمال، ديسبلاي شو فورسز وستريسز، الفريمز بدل جوينتس اظهر فريمز. الفريمز دي في اكسيال فورس وفي شير 2 2 وفي مومنت 3 3، هي ديت الحاجات المتاحه بالنسبه لي فقط للاناليسيس في الاكس زد، مش هيطلع لي اكتر من كده، لان انا ما حطيتش احمال غير في المستوى بتاعي اللي هو مستوى اكس زد. كل الاحمال عندي في الاكس زد
هتطلع لي مومنت 3 3 وشير 2 2 واكسيال فورس فقط. اجيب الاكسيال فورس الاقيها بصفر، ده يبقى انا حل كده مظبوط، مفيش اي احمال افقيه ولا في اي حاجه. تمام، ممكن بدل ما ادخل كل مره على ديسبلاي شو فورسز وستريسز فريمز، في هنا ايقونه صغيره مختصره طالعه بره، لو ضغطنا على السهم الصغير اللي جنبها ده واختار فريمز واختار الشير 2 2 واعمل اوكي، يظهر لي شكل الشير. شكل الشير اللي عندي من غير قيم، لو انا عايز اظهر القيم نضغط برده تاني على الايقونه ديت، بدل ما نختار في الاوبشنز في الدايجرام نقول له شو فاليوز، يعني ظهر لي القيم دي قيم الشير، بس الشير هنا مقلوب، يعني الرياكشن هنا اللي هو اللي عند النقطه الاولانيه ديت كان طالع لفوق، المفروض الشير كان يطلع لفوق. هو مش هيفرق معايا الشير طالع ولا نازل، انا ما بيفرقش معايا الشير لا اشاره ولا اتجاه لا تحت ولا فوق، المهم في الشير عندي القيمه بتاعته. لكن لو انا عايز اظهره زي ما احنا متعودين، ممكن من نفس الشاشه برده نفس الايقونه ديت فريمز، وناخد الشير ده السكيل بتاعه بدل ما هو اوتو نقلبه، نخلي السكيل فاكتور ناقص، ناقص القيمه اللي كانت موجوده، مش ناقص واحد، ناقص القيمه اللي كانت موجوده عشان ما يغيرش شكل الشير. اوكي، هو ده نفس الشير بس الشكل بتاعه كله اتقلب. عايز اظهر البيندنج مومنت برده هنا فريمز مومنت 3 3 بس نخليه اوتو، لان المومنت بيبقى هنا معدول المومنت ناحيه التنشن، يعني هنحط الحديد ناحيه العزم. طلعت البيننج مومنت، لو انا عايز اشوف اي ممبر عليه مومنت قد ايه، كليك يمين على الممبر يظهر لي شاشه فيها المومنت اللي على الممبر ده اللي انا ضغطت عليه بس، مش الكاميرا كلها، الممبر بس. والشير او الشير 2 بيظهر دايما مع مومنت 3، والديفليكشن طول البحر ده قد ايه، ديفليكشن كل ما تتحرك يبدا المومنت والشير والديفليكشن يتغير. اوكي، بكده نكون طلعنا البندنج والشير على الكاميرا وطلعنا الرياكشنز الموجوده على السبورتس. ممكن اظهر الديفورمد شيب تاني من قائمة ديسبلاي شو ديفورمد شيب، نقول له اوكي ده شكل الديفورمد شيب. ولو انا عايز اشوف الديفورمد شيب مع الانديفورمد شيب متاحه في البرنامج برده من قائمة ديسبلاي برده شو ديفورمد شيب، بس نقول له هنا واير شادو، هيظهر لي الممبر الاساسي قبل الديفورميشن مع الديفورميشن بتاعي، ده الاصل وديت بعد الديفورميشن. بكده نكون انتهينا من شرح حل الكاميرات على برنامج ساب 2000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.